مع انطلاق أعمال مؤتمر تنفيذية الأحواز في بروكسل، تعالت نبرة المطالبات بالوقوف جديا على سبل تسوية للمسألة الأحوازية في إيران من خلال إعادة الشرعية لدولة الأحواز بحسب العنوان العريض الذي تصدرت دعوة اللجنة التنفيذية إلى عقد هذا المؤتمر الذي حضرته شخصيات أوروبية رسمية ومن دول عربية ونخبة من الخبراء والحقوقيين والإعلاميين، من بينهم ممثلون عن البرلمان الأوروبي ومستشار رئيس الوزراء البلجيكي. أعتقد الرسالة كانت واضحة حينما تجي على لسان مسؤول بلجيكي، واليوم بلجيكا هي قلب الاتحاد الأوروبي، وأيضا نحن مع خبراء في القضايا العربية والإقليمية والدولية اللي موجودين يشاركون المؤتمر اليوم، صار مخاض حقيقي حقيقة لما بعد المؤتمر. وأعتقد بعد المؤتمر ستشكل هناك لجان قانونية، والمستشار القانوني للجنة التنفيذية دولة الأحواز أيضا كانت لديه كلمة وشرح بالضبط أين وصلت هذه اللجنة القانونية برفع شكاوي ضد النظام الحاكم في طهران عن الجرائم التي فعلها بحق الشعب الأحوازي. كل هذه حقيقة الأمور القانونية والسياسية والإعلامية هي ستبلور من عندها لجان بالمستقبل القريب، ستبدي عملها من مقرنا، مقر تنفيذية دولة الأحواز هنا في بروكسل. انطلاقة جديدة لرسم ملامح المرحلة المقبلة إذن، عول عليها المؤتمرون على لسان رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع إعادة الشرعية لدولة الأحواز، ولعل مطالبته بمنح الأحوازيين مقعدا رسميا في الجامعة العربية شكل واحدة من أبرز ما يسعى إليه المؤتمر من مطالب. في الأثناء التي دعا المؤتمرون إلى حشد الدعم العربي انطلاقا من الهوية العربية للأحواز على غرار هويات أخرى غير فارسية داخل إيران، العرب بشكل رسمي كشعب مؤيدين لدولة الأحواز ولإنشاء ولثبات هذه الدولة في على كافة الأصعدة، ولكن كحكام يعني كحكام لا يستطيعون فعل أي شيء. الأحواز منذ أكثر من 96 عام متروكة من قبل الأنظمة العربية للأسف يعني، وخاصة أيضا من المجتمع الدولي، لا تذكر إلا على الهامش، وإنما هي قضية دولة محتلة. نحن أمام مشروع ربما يعني فيه من الشرعية التاريخية والقانونية لتولي هذه المهمة، مهمة السعي من أجل تخليص هذا الإقليم من الاحتلال الإيراني. إلى ذلك، وأبدت اتحادات ومؤسسات ثقافية وإعلامية عربية في أوروبا تأييدها لما خلص إليه المؤتمر، وطالبت الدول العربية بالاعتراف بدولة الأحواز قطرا عربيا محتلا بحسب ما جاء في الورقة الختامية للمؤتمر. هذا وأخذ المؤتمر على الاتحاد الأوروبي بأنه لا يأخذ قضية عرب الأحواز والمكونات القومية الأخرى كالأكراد وغيرهم على محمل الجد، فيما أعاز مراقبون ذلك إلى تعقيدات وملفات إقليمية ودولية شائكة ذات علاقة مفصلية بإيران. لقناة اليوم من بروكسل، كريم بغستان.